السلام عليكم. لايف اليوم راح يكون مراجعة في اللغة الفرنسية للباك. دونك نستناو يا يزيدوا شوي متابعين ولا مشاهدين. في هذا اللايف راح نديرو لي كيسيون لي متواردين بزاف في الباكالوريا، يعني راح السوجي تاع هذا اللايف راح يكون لي كيسيون لي بلو بوزي لي بلو بوزي le bac. Bon, on a le troisième année secondaire, et on a le bac, le programme on a trois types de textes. On a le texte historique, on a le programme le français, on a le texte historique. On a le texte argumentatif. Argumentatif. On va avoir le texte exhortatif. Le texte exhortatif, on peut l'appeler aussi l'appel, يعني النداء. Le texte l'ouel, c'est le texte historique, يعني نص تاريخي. Le type du texte deuxième, c'est le texte argumentatif, c'est le نص الحجاجي. Ou fait le texte argumentatif ou le texte dialectique, يعني fait deux. Ou on a le texte exhortatif, c'est l'appel. Bon, نبدأ أولاً le texte historique. Les questions les plus posées sur le texte historique. أولاً, واش هو le texte historique? قلنا هو نص تاريخي. المواضيع اللي يتحدث عليهم هما par exemple يقدر يكون يتحدث على الحرب ولا مش حرب يعني ثورة صرات في البكري عادة ما تكون حاجة صرات مما قبل ونجو نحكوها درك ولا يكون يحكي على شخصية تاريخية etc. أولاً عندنا la question la plus posée dans le texte c'est la visée communicative. كي نقولو quelle est la visée communicative de l'auteur؟ يعني نبدأ بسم الله la visée communicative. ولا نقدرو نقولو l'intention. يعني إلا جاتكم بهذا المفرد من غير لا فيزي كومونيكاتيف نقدروا نقولوا لانتونسيون يقدر يقول لك كالي لانتونسيون دو لوتور دابري سون تيكست ولا كالي لا فيزي كومونيكاتيف دو لوتور دابري سون تيكست دونك في لو تيكست هيستوريك إلا كان لو تيكست يمد لنا دي زانفورماسيون قدم يعني معلومات تاريخية نقولوا دوني دي زانفورماسيون هيستوريك سور لو تيم دو تيكست واش نقولو نقولو اولا الا كان قلنا يتحدث على معلومات تاريخيه يعني مدنا معلومات تاريخيه نقولو دوني دي زانفورماسيون هيستوريك ونزيدو سور قلنا سور ونزيدو هنايا في هذو لي 3 بوين دو سسبنسيون نزيدو le thème du texte. Bon, la visée communicative, ça, je vais vous donner un exemple de la visée communicative, mais si vous avez écrit le mot qui voit la visée communicative, vous allez savoir que vous la gardez seulement, c'est-à-dire que vous ne la gardez donc, il faut écrire ça et ajouter le thème du texte. Par exemple, dans les désinformations historiques sur... sur la guerre de révolution, مثلاً, l'essentiel تكمل بلو تام تكست باش تبين للمصحح بلي راك عارف على واش راه يهضر الناس.
هنايا باش تضمن النقطة تاعك. دوزيامون، إلا كان لو تكست هيستوريك يهدر على ان ايفينمون هيستوريك، إلا كان يهدر على ان ايفينمون هيستوريك نقدروا نقولوا كوميموري ان ايفينمون هيستوريك. يعني هنايا يعاود يسترجع حدث تاريخي. هنايا ميم الا كان السوجي يهضر على ان ايفينمون هيستوريك نقدروا نستعملوا لا فيزي الاولى، يعني ماشي لازم تستعمل كل واحد في بلاصتها، يعني عندهم نفس المعنى تقريبا. وهنايا في الدوزيام نقولوا كوميموري ان ايفينمون هيستوريك، ولا هنايا من الاحسن نذكروا واش هو ليفينمون هيستوريك باش قلنا نبينوا للمصحح انه رانا عارفين، يعني رانا فاهمين مش غير رانا حافظين. تخوازيامون، الا كان لو تكست هيستوريك يهدر على شخصية تاريخية، مثلا مخترع او مكتشف ويكون في النص التاريخي، نقولوا غوندغ اوماج ا اون بيرسوناليتي هيستوريك. هذه الا كان يهدر على الشخصية في حد ذاتها، نقولوا غوندغ اوماج ا اون personnalité historique. Donc historique يعني هنايا يعاود يحيي ذكرى هذه البيرسوناليتي هيستوريك. هنايا في هذه التخوازيام من الاحسن انك تكتب وشكون هي لا بيرسوناليتي هيستوريك اللي راهو يتكلم عليها الكاتب في النص تاعو. دونك قلنا ولا الا تلفت لك كامل من هذو ثلاثة وزعما بغيت تمد لا فيزي كومونيكاتيف بصفة عامة، نقولوا لوتور انفورم لو ليكتور سور ان فيريتي هيستوريك. شوفوا من الاحسن تستعملوا هذو ثلاثة باسكو يعني كل نص عنده لا فيزي الخاصة به. يعني الى نسيت كامل هذو الثلاثه تقدر تقول لوتور انفورم لو ليكتور سور اون فيتي هيستوريك، يعني الكاتب راهو دار النص تاعو، يعني الهدف من النص تاعو انه انفورم لو ليكتور القارئ سور اون فيتي هيستوريك، يعني حقيقه تاريخيه. قلنا إلا نسيتو كامل هذو ثلاثة ولا ما عرفتوش تختاروا واحدة منهم، ديروا انفورم لوتور انفورم لو ليكتور سور اون فيريتي هيستوريك، يعني يخبره على حقيقة تاريخية. دونك دوزيام كيستيون اللي طيح في هذا لو تيب دي تكست، كالي لو تيب دو تكست، ونقدروا نقولوا جو دوكيومون جو سوبور. يعني الا لقيتوا جو دوكيومون ماشي تلفكم وما تعرفوش تجاوبوا عليها، دونك قلنا تقدر تصيب المفرد تاع لو تكست ولا لو دوكيومون. كالي لو تيب دو تكست هيستوريك، عادة لو تيب دو تكست هيستوريك يكون قلنا تيب دو تكست، دوزيامون تيب دو تكست هيستوريك. لو تيب دو تكست هيستوريك باينه راح يكون ان تكست ناراتيف، يعني يحكي ان تكست ناراتيف، او نقولوا ان تكست هيستوريك ريال. ناراتيف يعني الكاتب يحكي فيه يسرد، هيستوريك معناتها تاريخي لو تيب دو تاعو هيستوريك، وريال معناتها حقيقي. نستعملوهم في ثلاثه، نقولوا لو تيب دو تكست ناراتيف هيستوريك ريال. الا قال لك جوستيفي، بون هنايا الا قال لك جوستيفي كيفاش راح تجوستيفي لا ريبونس تاعك؟ كاين بلوزيغ جوستيفيكاسيون، يعني كاين بزاف صوالح نقدروا نجوستيفي بهم، منهم لو تيم تريتي دون لو تكست. دونك حنايا قلنا بلي لو تيب دو تكست هو هيستوريك،
كيقول لك جوستيفي فوتغ ريبونس علاه لو تيكست هيستوريك. يعني هنايا راح نديرو لو تيم دي تريتي دون لو تيكست سي تان تيكست هيستوريك سي تان تيم هيستوريك كيكون لو تيم يهضر على عفسه تاريخيه تلقائيا راح يكون لو تيكست تاريخي. بون قلنا الاولى لو تيم traité dans le texte est un thème historique. هذه première justification اللي تقدروا تستعملوها وسهلة بزاف يعني ماشي تحتاج باش تبدو من التكست ولا مجهود. دونك دوزيام هي لو فوكابولير اوتيليزي. لو فوكابولير اوتيليزي واش يعني به؟ يعني لي شون ليكسيكو. لي شون ليكسيكو يعني الكلمات ولا المفردات اللي عندهم علاقة بالليستواغ. يعني باغ اكزومبل عندنا لا غير لا ريفولوسيون هذو المفردات اللي عندهم علاقه بالهستوار قلنا لو فوكابولير اوتيليزي. وقلنا باللي هذا لو فوكابولير اوتيليزي واش هو؟ هو لي شون ليكسيكو. لي شون ليكسيكو هما كلمات لي شون ليكسيكو باردون لي شون ليكسيكو هما الكلمات الدلاليه اللي عندهم علاقه بالنص التاريخي. ثوازيامو نقدروا نجستيفيو نوتغ ريبونس بلي بيرسوناج. لي بيرسوناج سيتي دون تيكست كي يكون نص تاريخي راح يكونوا موظفين شخصيات تاريخيه. مثلا في نص تاع الثوره نصيبوا اسماء مجاهدين او اسماء شخصيات فرنسيه ولا دونك توظف لي بيرسوناج. لي بيرسوناج سون دي بيرسون هيستوريك يعني الشخصيات التاريخيه. رابعا عندنا لانتونسيون دو لوتور دابري سون تيكست. لانتونسيون قلنا قبل هي لا فيزيك كومونيكاتيف يعني وجهة نظر الكاتب من خلال النص تاعو. ومن قبل قلنا بلي لانتونسيون تاع لا فيزيك كومونيكاتيف تاع لو تيكست هيستوريك هي انفورم لو لكتور سور اون فيريتي هيستوريك يعني اون فيريتي هيستوريك يعني حقيقة تاريخية. وهذا يثبت لنا باللي التكست سي ان تكست هيستوريك. اذا هنايا رابعا نقولوا لانتونسيون دو لوتور دابري سون تكست. قلنا l'intention de l'auteur d'après son texte. Cinquièmement, les temps verbaux. كي يكونوا في ان تكست لي طون فيربو في الباسي يعني تلقائيا راح يكون لو تكست هيستوريك. مثلا راح نمد لكم لي طون اللي جو في لو تكست هيستوريك اللي هما لي طون جوريسي. يعني لو باسي سامبل اي لامبارفي. دونك كنا لي طون فيربو اللي هما لي طون جوريسي. واش هما لي طون جوريسي؟ هما لو باسي سامبل l'imparfait. Donc, il y a une justification, nous pouvons dire
التوظيف تاع لو باسي سامبل اي لامبارفي دون سون تيكست. دونك الجستيفيكاسيون الاخيره اللي نقدر نمد لكم بون نتوما كي يقول لك جوستيفي فوتغ ريبونس مش راح تستعمل كامل هذو لي جوستيفيكاسيون، لكن تقدر تستعمل وحده ولا زوج منهم باش جوستيفي فوتغ ريبونس. انا نمدهم لكم كامل وانتوما ماشي شرط تختاروهم كاملين. دونك الاخيره هما لي زانديس سباسيو تومبوريل، لي زانديس سباسيو تومبوريل. واش يعني بلي زانديس سباسيو تومبوريل؟ هما سباسيو يعني لو ليو اي تومبوريل يعني لو طون، هما الكلمات اللي تاع الوقت والمكان. مثلا عندنا في تكست هيستوريك يكون مثلا يهضر على، قلنا يهضر على حدث تاريخي صرا في الجزائر على لا غير، دونك راح يوظف اماكن في لو تيكست تاعو وتواريخ. مثلا لو 1 نوفمبر 1945، لو 1 نوفمبر راح نوظفوه في الجوستيفيكاسيون تاعنا. قلنا يعني بلي زاندي سباسيو تومبوريل، سباسيو يعني لو ليو اي تومبوريل يعني لو طون، ليو اي طون يعني الكلمات تاع الوقت والزمان. الكيستيون اللي موراها اللي تقدر تجي هي لي طون فيربو. بون عندنا لي طون فيربو اللي يتوظفوا في لو تيكست هيستوريك، عندنا بلوزيور طون اللي نقدروا نصيبوهم في لو تيكست هيستوريك. راح ندير لكم لو طون وزعما واش انديكي في لو تيكست. عندنا لو كوبل لامبارفي اي لو باسي سامبل. عندنا لي طون فيربو اولا، لي طون فيربو قلنا اولا هو لو كوبل لامبارفي اي باسي سامبل. لو كوبل imparfait et passé simple. هنايا وين تنستعملوا هذا لو طون ولا pourquoi نستعملوا لو imparfait et le passé simple؟ parce qu'il s'agit d'un texte historique. هذه هي parce qu'il s'agit d'un texte historique. deuxièmement عندنا كي نلقاو في ان تكست هيستوريك لامبارفي وحده. deuxièmement لامبارفي pour exprimer des actions passées longues et inachevées. قلنا pour exprimer des actions passées اولتها passé يعني des actions faites من قبل، يعني des actions قدم. long donc عندنا le troisième le passé simple. Le passé simple aussi pour exprimer des actions courtes. أكيد passé أولتها passé courte يعني قصار et parfois inachevé. عندنا aussi quatrièmement نقدروا نصيبوا في le texte historique le présent de narration. راح تقولي كيفاش في un texte historique نصيبوا le présent. هذا يسموه لو بريزون دو ناراسيون، يعني ان الكاتب كي يجي يهضر على ان ايفينمون باسي ويبغي يعاود يحييه. هنايا هذا لو طون نستعملوه بور فير فيفغ ان ايفينمون باسي، هنا لو بريزون دو ناراسيون ولا يسموه لو بريزون هيستوريك. كاتريامون لو بريزون دو ناراسيون
ولا يسموه لو بريزون هيستوريك. دونك قلنا يستعملوه pour faire vivre ou la revivre pardon un événement passé, يعني باش يعاود يحيي un événement حدث صرا في الماضي. نكتبوها باش تبقىكم faire revivre un événement passé. Donc, ou عندنا aussi cinquièmement le futur de narration. Cinquièmement le futur de narration. Chauffons. نفهمكم comme حاجه كي ندخل لكم في لو بريزون دو ناراسيون لو فيتور دو ناراسيون على بالي راح تخلط لكم شويه لكن اكثريه لي طون اللي نسيبوهم في لو تيكست هيستوريك هما هادو يعني لو كوبل دو لامبارفي لو باسي سامبل هما اللي نلقاوهم بزاف ولو بريزون دو ناراسيون ثاني موظف شويه لو فيتور دو ناراسيون علاش يستعملو الكاتب pour produire chez le lecteur un effet d'attente يعني باش يزيد يشوق lecteur. Par exemple, هنايا يقدر يستعملوه في الكونكلوزيون يمثل يستعمل هذا لو طون باش يخلي لو ليكتور ان ايفي داتونت يعني باش يزيد يشوقه قلنا pour produire chez le lecteur un effet d'attente يعني قلنا باش يزيد يشوق لو ليكتور. عندنا اون كيستيون ايضا اللي بزاف متكرره اللي هي لا سوبجكتيفيتي و لوبجكتيفيتي دو لوتور. واش تعني لا سوبجكتيفيتي اي لوبجكتيفيتي؟ دونك اقرا. عندنا لوبجكتيفيتي اي لا سوبجكتيفيتي دو لوتور. Donc, l'objectivité, يعني pas de mode, يعني l'absence de l'auteur. Objectivité, يعني l'auteur absent. Ou subjectivité, يعني l'auteur est présent. Présent, fouache, présent sans texte. présent dans son texte. يعني هنايا يقول لك اسكو لوتور اي بريزون ولا ابسون وبطريقه اخرى في التيرمينال يقول لكم اسكو لوتور اي اوبجيكتيف او سوبجيكتيف يعني بطريقه اخرى اسكو لوتور اي بريزون او ابسون. الا كان اوبجيكتيف يعني ابسون نقولوا با دو موداليزاتور هنايا باش نجوستيفيو نوتر ريبونس نقولوا با دو موداليزاتور. واش هما لي موداليزاتور؟ لي موداليزاتور هما لي زادجكتيف اي لي نون ايتترا لي بينو لنا بلي لوتور اي بريزون ولا ابسون. هما الكلمات لي يوصفو لوتور ولا باش يبين بهم بلي راهو ابسون ولا بريزون. Ou subjectivité, on dit oui, par exemple, l'auteur est subjectif dans son texte, yani, l'auteur est présent dans son texte, ou justification, il y a des modalisateurs. Les modalisateurs, on dit les adjectifs, etc., l'auteur est présent dans son texte ou absent. عندنا dernière question في هذا لو تيب دو تيكست لو رول دي سيتاسيون دون لو تيكست لو رول دي سيتاسيون. لا كيستيون راح تكون كيل لو رول دي سيتاسيون دون لو تيكست. لي سيتاسيون يعني المقولات. المقولات عاده اللي يجوا بين دو كروشي هكا. Donc, quel est le rôle des citations dans le texte? Le rôle de tahom est de confirmer l'idée de l'auteur. Yani, donc, nous allons dire confirmer les dires
de l'auteur. يعني لوتور يقول أقوال وباش يكونفيرمي كلامه وصحة كلامه راح يجيب مقولات جو سي بان خاصة بالنص تاعو بنمط النص تاعو باش يكونفيرمي الكلام تاعو باش يزيد يوثق كلامه على أنه صحيح. نروحو لدوزيام تيب دي تكست اللي هو لو تكست أرغومونتاتيف. دونك لو تكست ارغومونتاتيف واش هو بالعربيه؟ هو النص الحجاجي. النص الحجاجي عندنا دو تيب دو تكست ارغومونتاتيف. عندنا لو تكست ارغومونتاتيف و لو تكست ارغومونتاتيف ديالكتيك. لو تكست ارغومونتاتيف اللي تجي فيه اون سول تيز، يعني في لانتروداكسيون تجي انتروداكسيون تجي فيها اون تيز. و قلنا لو تكست ارغومونتاتيف بون اولا راح نبداو بلي كيسيون بوزي. اولا راح نبداو بلا فيزي كومونيكاتيف باسكو ميم يعني لا فيزي كومونيكاتيف تاع تاع التكست ارغومونتاتيف ودياليكتيك كيف كيف. بون عندنا لا فيزي كومونيكاتيف لا فيزي كومونيكاتيف عندنا لا فيزي كومونيكاتيف تاع لو تكست ارغومونتاتيف. بون انا راح ندير لكم ان اكزومبل وانتم قلنا تزيدوا تكملوا من النص. كونفينكر اي بيرسوادي لو ريسيبتور كو كنا كونفينكر اي بيرسوادي لو ريسيبتور كو ونكملوا من التكست. هنايا راح تقولي في هذو النقاط واش راح نديرو؟ راح نديرو لو تام دو تكست. تام هنايا راح نديرو لو تام دو تكست. قلنا نديرو كونفينكر اي بيرسوادي لو ريسيبتور كو ونديرو نزيدو لو تام دو تكست. كونفينكر يعني يقنع ويزيد يصر على لو ريسيبتور باش كو ونديرو لو تام دو تكست يعني العالم علاش راهو يتكلم من النص. دونك كي نروحو لو تيب دو تكست هنايا راح نورو واش هو لو تكست ارغومونتاتيف ولو تكست ارغومونتاتيف ديالكتيك. دونك عندنا لو تيب دو تكست عندنا دو تكست ارغومونتاتيف. انا اولا تكست ارغومونتاتيف في اون سول تيز وعندنا لو تكست ارغومونتاتيف ديالكتيك. تكست ارغومونتاتيف ديالكتيك هاف تكست عندنا دو تيز. بون الترتيب تاع هذو لي تيز عندنا في لو تكست ارغومونتاتيف l'introduction, une seule thèse, on va dans le développement et mettre les arguments à l'auteur, on va dans la conclusion et il retourne dans le terrain normal. Faites le texte argumentatif dialectique, عندنا aussi يمد لا تيز تاعو ومن بعد يمد لونتي ويمد لي زارغومون عليها ومن بعد يمد لونتي تيز. دونك يعني كانه نقولوا يعني المعاكسة للأولى. مثلا الأولى يطرح موضوع أي موضوع مثلا الانترنت راح يمد فيها اللاتيز الأولى يعني الرأي الأول راح يكون مؤيد للانترنت يذكر المزايا تاعها. هنايا في لي زارغومون يذكر المزايا تاعها ايتترا. ومن بعد كي يلحق لونتيتيز يعاود يقول باللي زعما رغم كامل هذوك المزايا تاع الانترنت الا انها ويذكر العيوب تاعها. يعني راح تكون اون تيز و اون لونتيتيز يعني اون تيز معاكسه للاولى. جوستيفيكاسيون تاع هذا لو تيب دو تكست الاولى
في لو تيكست ارغومونتاتيف نقولوا لوتور تريت اون بروبليماتيك و اي لوتيليز دي ارغومون. هذا ما كان يعني لوتور تريت اون بروبليماتيك يعني يدرس اشكاليه و اي لوتيليز دي ارغومون ويمد حجج عليها. Deuxièmement, il y a le flux texte argumentatif dialectique, on dit l'auteur expose deux thèses en confrontation. Il y a l'auteur طرح علينا رأيين معاكسين. ونقدروا ثاني نثبتوها بالانتونسيون دو لوتور دابري سون تيكست. هنايا هذا الجوستيفيكاسيون كي يطرح عليك لا كيسيون كالي لو تيب دو تيكست جوستيفي فوتغ ريبونس. ولا كالي لو تيب دو تيكست جوستيفي. Donc, راح تقول له باللي soit il a une seule thèse تقول un texte argumentatif, il a soit deux thèses تقول un texte argumentatif dialectique. Ou justification, يعني il a قلت un texte argumentatif تقول l'auteur traite une problématique et il utilise des arguments. Ou il a كان un texte argumentatif dialectique تقول l'auteur expose deux thèses en confrontation. دقيقة نكتب لكم هذه لا دوزيام. نقول لا جوستيفيكاسيون تاع لو تيكست ارغومونتاتيف ديالكتيك لوتور اكسبوز دو تيز اون كونتاسيون. اون كونفرونتاسيون. Donc, ou aussi nous pouvons justifier notre réponse par l'intention de l'auteur d'après son texte. يعني كأننا نقول وجهة نظر الكاتب من خلال النص. La visée communicative de l'auteur d'après son texte. Question les mots هذه. Donc, question les mots هذه على les temps verbaux. يعني les temps اللي يجوا في le texte argumentatif. Une minute. Les temps verbaux. Le texte argumentatif, soit argumentatif, soit dialectique, عندنا le présent de l'indicatif ou عندنا le conditionnel. أولا قلنا عندنا le présent de l'indicatif de l'indicatif. Présent de l'indicatif ou maintenant le conditionnel. Bon, justifiez votre réponse. Kingoulou stamel l'auteur stamel le présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un thème d'actualité. Parce qu'il s'agit d'un thème d'actualité. هنايا في التكست ارغومونتاتيف الكاتب راح يطرح لنا اشكاليه راح يمد لنا تام داكتواليتي يعني تام من اللي راهم متواجدين حاليا مثلا الدروغ ليميغراسيون يعني الهجره اي موضوع يعني يكون داكتواليتي. هنايا راح نجستيفيو بها في لي طون فيربو كي نقولو لو بريزون دو لاندي اي لوتيليز لو بريزون دو لانديكاتيف ونقولو باسكيل ساجي دان تيم داكتواليتي يعني ان تيم تاع الحاضر. لو كونديسيونيل دي لو كونديسيونيل بور اكسبريمي لو دوت الا كانت يعني الشك لو دوت. Donc, عندنا الكيستيون اللي مورا هذه هي l'objectivity et subjectivity de l'auteur. دائما هاد لا كيستيون في لي 3 دو تيب دو تيكست في لي 3 تيب دي تيكست تلقاو هاد لا كيستيون l'objectivity et la subjectivity. قلنا objectif subjectif. هنايا نفس لا ريبونس في لي 3 تيب دي تيكست. إلا كان أوبجيكتيف يعني با دو موداليزاتور يعني لوتور ني با بريزون
l'auteur est absent. هنايا في لوبجيكتيفيتي كيكون لوتور غائب ما كاش باه تثبتو. هنايا في لوبجيكتيفيتي والسوبجيكتيفيتي ماشي شرط تروحوا لا سورس يعني لاستو اسم الكاتب، لا لا، لوبجيكتيفيتي والسوبجيكتيفيتي تشوفوهم من لي موداليزاتور. قلت لكم من قبل واش هما لي موداليزاتور. دونك هنايا الا صبنا لي موداليزاتور ولا لي برونون جو ونو ايتترا، دونك هنايا نقولوا le présent l'auteur est subjectif. Oui, la masnam chungulu l'auteur est objectif. يعني هنا يكون absent وهنا يكون présent. هنا il n'y a pas de modalisateur وهنا il y a les modalisateurs où l'auteur est présent dans son texte. Donc هنا هذه la question عندها علاقة aussi بالimplication de l'auteur. يعني la présence de l'auteur. Implication de l'auteur. يعني هنا يا اسكو لوتور بريزون ولا ابسون. هنا يا قلنا يا نشوفو بلي موداليزاتور ولا البروميير بيرسون اللي هي جو ونو، وعندنا لو برونون اي هو لو برونون اي ديتيرمينون دو لا بروميير بيرسون. يعني يا نعرفوهم بالجو ولا نو كيكون موظفين في لو تكست، ولازم نشوفو نتاكدو على مراهم يعودو جو ونو il assure à l'auteur ou je fous blé modalisateur. يعني هنايا من هذو حبيت نفهمكم انه لا كيسيون تقدر تجيب عدة طرق. اسكو لوتور اي سوبجيكتيف ولا اوبجيكتيف دون سون تيكست، يقدر يقول لك اسكو لوتور اي بريزون دون سون تيكست جوستيفي، ولا اسكو لوتور اي امبليك دون سون تيكست. بون عندنا في التكست اركومونتاتيف عندنا لو ريزونمون، عندنا لو ريزونمون ديدكتيف ولي ريزونمون اندكتيف. بون بالعقل مصطلح جديد شويه، لكن عندنا لو ريزونمون، لو ريزونمون قلنا لو ريزونمون ديدكتيف، وعندنا لو ريزونمون اندكتيف. واش يعني لو ريزونمون ديدكتيف؟ كون لوتور فا دو جينيرال او بارتيكولي، كنا من جينيرال او بارتيكولي. هنايا واش تعني كي الكاتب في النص تاعو يروح من الجينيرال يعني العام او بارتيكولي للخاص، هنايا نسموه ان ريزونمون ديدكتيف. دوك نمد لكم اكزومبل تزيدو تفهمو بيان. كي يكون ان ريزونمون اندكتيف لوتور فا دو بارتيكولي او جينيرال، يعني من البارتيكولي او جينيرال. بون هنايا هنايا راح نمد لكم ان اكزومبل، اكزومبل غير صغير باش تفهموا. با اكزومبل لوتور يهضر على لا دروغ، كي يكون ان ريزونمون ديدكتيف لوتور، كي يكون ان ريزونمون ديدكتيف لوتور راح يهضر لنا با اكزومبل على لي فليو سوسيو، يعني على الافات الاجتماعيه، راح يهضر عليهم بصفه عامه. بعدها راح يتفرع ويدخل لا دروغ ويزيد يهضر على لا دروغ ويمد لي زارغومون عليها. هذه الا كان لو ريزونمون ديدكتيف. الا كان لو ريزونمون اندكتيف لوتور راح يبدا لنا بلا دروغ يهضر عليها، ومن بعد يزيد يتفرع ويروح لي ريزو لي فليو باردون سوسيو، يعني للافات الاجتماعيه. هذا ما كان سهله. قلنا ريزونمون ديدكتيف كي يروح من الجينيرال للبارتيكولي، و ريزونمون اندكتيف كي يروح من البارتيكولي للجينيرال. كيستيون لي مورا هذه اللي هي لو رول دي زارتيكولاتور لوجيك. قلنا لو رول دي زارتيكولاتور لوجيك
عندنا بزاف عن في الديالكتيك عندنا لي كونيكتور دوبوزيسيون. دقيقه، عندنا لو رول دي زارتيكولاتور logique. Quel est le rôle des articulateurs logiques? عندنا نهضروا على لو تيكست ديالكتيك. نهضروا على ديالكتيك. بون، عندنا في التكست ديالكتيك اكثريتها ندرسوا لي كونيكتور دوبوزيسيون. الكاتب لوتور كيجي ينتقل من لاتيز الاولى لاتيز دوزيام في لو تيكست ديالكتيك يستعمل لي كونيكتور دوبوزيسيون. مثلا راهو يقنع فيك بالفكره الاولى ومن بعد يقول لك لكن مي، ولا يقول لك اون ريفونش، ولا سوبوندون، ولا نيموان. ليسونسييل يمد لك ان كونيكتور لوجيك ولا ان ارتيكولاتور لوجيك اللي يفصل بين لا تيز الاولى ولا تيز الدوزيام. دونك عندنا في لو تيكست ديالكتيك عندنا لي كونيكتور لوجيك دوبوزيسيون، باردون، لي كونيكتور دوبوزيسيون. واش هما لي كونيكتور دوبوزيسيون؟ نذكروا شويه منهم فقط. عندنا مي، عندنا سوبوندون، عندنا ايضا نيوموا، وعندنا اون ريفونش اتسيتيرا. دونك مثلا كي يقول لك جبد لي لا دوزيام تيز، ولا منين تبدا راح تحوس على لي كونيكتور دوبوزيسيون في لو تيكست. وين تلقى وحده من هذو؟ من ثمك تبدا لا دوزيام تيز، يعني لونتيتيز، من ثمك تبدا لونتيتيز. نعاودو نرجعو لو رول دي زارتيكولاتور لوجيك. هنايا مدينا لي زارتيكولاتور لي موظفين في لو تيكست ديالكتيك. دونك لو رول تاعهم بارفوا بور ماركي لا ترانسيون دو لا بروميير تيز ا لا دوزيام تيز. واش كنت نقول لكم؟ يعني باش نبينوا باللي الكاتب انتقل من لا بروميير تيز لا دوزيام تيز، قلنا بور ماركي لا ترانزيسيون دو لا بروميير تيز à la deuxième thèse. Donc, on a besoin de nous que le كاتب انتقل من لا تيز الاولى لا تيز الدوزيام. هنايا هكا نكونوا كملنا لو تيكست ارغومونتاتيف. نمروا للتيكست اكزورتاتيف اللي هو لابيل. عندنا لو تيكست اكزورتاتيف ولا نقولوا له باردون مينوت. عندنا لو تيكست اكزورتاتيف، تيكست اكزورتاتيف ولا كيما نسموه انجونكتيف، ولا ببساطه لابيل. يعني باردون، يعني بالعربية النداء، لابيل بالعربية هو النداء. دونك نكملو لا ريفيزيون تاعنا. دونز ان تيكست هيستوريك، باردون، تيكست اكزورتاتيف، واش يصرى؟ في لو تيكست اكزورتاتيف ليميتور لونس ان ابيل ا ان ولا دي ديستيناتير. كنا ليميتور لونس ان ابيل ا ان او دي ديستيناتير. ليميتور هو اللي يبعث، لونس ان ابيل يلقي نداء
ولا يصرح بنداء الان ولا بلوزيور ديستيناتير. Le but de le texte exhortatif ou là, le but de cet appel ou à sensibiliser donc bismillah le but est de awalan sensibiliser yani ahyanan sensibiliser ahyanan le katib يدير l'appel باش يوعي على كاش عفسه ولا موبيليزي اوسي تقريبا نفس المعنى ولا بور لي بوسي اجير بور لي بوسي اجير يعني لوتور ديمن لونس ان ابل باش يلقى حل المشكل باش يل ريزودر ان بروبليم. Donc, généralement, l'appel prend en charge les causes humanitaires. Yani, généralement, l'appel nida ياخذ بعين الاعتبار الاسباب اللي يقوم بها الانسان مثلا ولا المشاكل الانسانيه مثلا لا جوستيس لاميتي لا فيولونس العنف لا بي ايتسيتيرا. Donc, nous dorsons le texte exhortatif, yani l'appel. Le texte exhortatif, on a trois parties. On a la première partie, les parties du texte. Voilà, les parties du texte. On a une première partie, l'IA. Pardon, là, au flou. On a la première partie, l'IA, partie. Exhortatif, partie expositive, où l'auteur expose le problème. Dans la partie, l'auteur يطرح الإشكالية تاعو. عندنا deuxièmement partie argumentatif. La partie, l'auteur donne des arguments pour convaincre le récepteur qu'il y a un problème à résoudre. La partie expositive, l'auteur يطرح الإشكالية اللي عنده هنايا contenant un constat négatif, يعني عفسة سلبية ou insatisfaisant, يعني الكاتب يطرح إشكالية مديرونجياتو. Deuxièmement, la partie argumentative où l'auteur met des arguments باش يقنعنا ou يقنع le récepteur pour باش يلقاو حل لهذه la problématique. Troisièmement, la partie exhortative اللي هي l'appel où l'auteur هنايا يدير النداء تاعو. هنايا وين لوتور لونس ان ابل يعني هنا قلنا في الاولى يمد يطرح الاشكاليه تاعو هنايا يمد دي زارغومون باش يحاول يقنع لو ريسبتور باه يبدلو باه يلقاو حل البروبليم تاعو وهنايا في لا بارتي اكزورتاتيف وين لونس ان ابل تاعو. دونك نروحو لي كيستيون بوزي في لو تيكست اكزورتاتيف. عندنا la question l'oula li hiya ala les temps verbaux. La question l'oula kifash na'rfou had le texte exhortatif. Donc kifash na'rfou le texte exhortatif عندنا les verbes de modalité huma ybinouna les verbes de modalité. وعندنا لي فيرب بيرفورماتيف و في لا فين لوتور لونس ان ابل. دونك لي فيرب دو موداليتي واش هما لي فيرب دو موداليتي هما فالوار و بوفوار و ديفوار. دائما عندنا هذو هما تخوا فيرب فالوار بوفوار ديفوار. وعندنا لي فيرب بيرفورماتيف اللي بينو باللي لوتور لونس ان ابل باغ اكزومبل اكزورتي ابيلي دوموندي بريي انسيتي اتسيتيرا.
دونك نقدروا نعرفوا يعني نثبتوا ولا نجستيفيو باللي هذا سي تان تيكست اكزورتاتيف جوستيفيكاسيون هي لي فيرب دو موداليتي ولي فيرب دو لي فيرب بيرفورماتيف وعندنا نقدروا نثبتوها ايضا انه في الفان لوتور لونس ان ابل دونك نمروا لا فيزي كومونيكاتيف لا فيزي كومونيكاتيف La visée communicative, le texte exhortatif, yani l'appel, il y a incité le récepteur à faire quelque chose. On a incité le récepteur à faire quelque chose. هنا يا quelque chose نخلوها 3 points de suspension à faire quelque chose. هنا يا نعمروها بلو تيم دو تيكست. نعمروها بلو بروبليم. Le problème cité dans le texte. يعني المشكل موظف في النص. المشكل اللي راهو يحوس اللي راهو يحوس ليميتور يوصلوا لو ريسيبتور. دونك عندنا قلنا لو تيب دو تيكست اللي هو لو تيكست اكزورتاتيف جوستيفي. قلنا نجوستيفيو من لانتونسيون دو لوتور. قلنا لو تيب دو تيكست. دوزيامو تيب دو تيكست اكزورتاتيف. Justification, on a l'intention de l'auteur d'après son texte, qui m'a dit Mengolo, on a les temps verbaux. On a justifié les verbes de modalité ou les verbes performatifs ou l'impératif aussi. Ou l'impératif. On a justifié le type du texte, un texte exhortatif. Donc, روحوا لي طون فيربو نشوفوهم ليا كوم يلفو عندنا لي طون فيربو في لو تيكست اكزورتاتيف قلنا عندنا لي فيرب دو موداليتي لي فيرب دو موداليتي واش هما لي فيرب دو موداليتي هما لو فيرب فالوار اولا لو فيرب فالوار عندنا لو فيرب بوفوار وعندنا لو فيرب دوفوار عندنا لو فيرب فالوار كل واحد عنده عفسه خاصه به لو فيرب فالوار لا نيسيسيتي يعني il exprime حاجه nécessaire pouvoir la possibilité عندنا devoir l'obligation يعني حاجه obligatoire دونك هنايا باش تكون عندكم فكره عليهم عندنا لي فيرب بيرفورماتيف لي فيرب بيرفورماتيف لي فيرب بيرفورماتيف هما كاين بزاف نمدو دي زيكزامبل عليهم مثلا لو فيرب اكزورتي جاي من اكزورتاتيف عندنا ابيلي عندنا مثلا نزيد لكم مثال دوموندي عندنا مثلا بخي عندنا انسيتي دونك اون جينيرال جينيرالمون لي فيرب بيرفورماتيف هما لي فيرب لي بينو بلي لوتور اي لونس ان ابل لي لوتور كيجي اي لونس ان ابل يبدا بهم Donc, il est demandé, il est exhorté, il est appelé, c'est ça. Yani, l'auteur bêche, il lance un appel, il stamel, هذو les verbes. Il stamel, واحد منهم, ou كاين بزاف منهم. Ou عندنا l'impératif. L'impératif. Oui, il exprime un ordre. يقدر il exprime un ordre ولا un conseil يعني مع التالي l'auteur يقدر يمد امر ولا نصيحه ولا une demande polie ولا une demande polie etc
دونك في لو تيكست اكزورتاتيف ايضا عندنا لا كيسيون اللي بزاف قلت لكم تمشي في كاع لي تيب دي تيكست اللي هي لا بريزونس و لابسونس دو لوتور. قلنا دائما نعاودها لكم لثالث مره، الا كان لوتور ابسون يعني اوبجيكتيف يعني با دو موداليزاتور، و الا كان لوتور بريزون دون سون تيكست يعني يكون سوبجيكتيف يعني اليا دي موداليزاتور. Ou l'implication de l'auteur, يعني نفس المعنى انه est-ce que l'auteur est objectif ou subjectif, ou là est-ce que l'auteur est implique dans son texte, ou là est-ce que l'auteur est présent ou absent. قلنا نجستيفيو نوتر ريبونس بلي موداليزاتور الا كانوا كاينين و الا ما كانوش كاينين، و نجستيفيو نوتر ريبونس يعني الا كان بريزون بالجو بلا بروميير بيرسون اللي هي جو. دونك رجعنا لي تخوا تيب دي تيكست، ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ان شاء الله ما نكونش كثرت الهضره بزاف لانه راه برنامج كامل رجعناه. دونك قلنا اذا رجعنا لا فيزي كومونيكاتيف تاع لي تخوا تيب دي تيكست، راجعنا لا فيزي كومونيكاتيف تاع لي تخوا تيب دي تيكست، و راجعنا لي طون فيربو لي متوظفين فيهم في ثلاثة، راجعنا كيفاش لو تيب دو تيكست واش هو و جوستيفيكاسيون تاعو كيفاش نجاوبو عليها، و هذا يعني هذا واش تستحقو بزاف، و راجعنا لوبجيكتيفيتي اي لا سوبجيكتيفيتي دو لوتور. دونك هذو لي كيسيون لي كيسيون لي بلو بوزي دون واللي تعاودوا بزاف لي سوجي تاع الفرونسي في الباكالوريا. هنايا بينت لكم منهجيه كيفاش تجاوبوا على الاسئله. مثلا هذه الاسئله نص يعني السوجي راح يكون نص، ومن بعد دي سوجي دو كومبريونسيون يعني من نص من نص راح تجاوبوا عليهم، ويعني داخلين فيهم هذو لي كيستيون، ومن بعد راح تكون كيستيون و الا كاين كيستيون تاع غرامير على لي طون فيربو يعني سهله تقدروا ميم تحفظوها وتجاوبوا ما تتغيرش يعني ثابته، جوست تكونوا فقط اذكياء وتعرفوا كيفاش توظفوا لي كيستيون. هذا مكان هذا اللايف الدروس اللي درتهم في هذا اللايف راني درتهم من قبل في تخوا فيديو، كل تيب دو تيكست درت له فيديو وحده، ومع اني كنت جديده في القناه ما يعني ما كتبتش كلش واش هدرت، هدرت فقط، وكاين في لي كومونتير ميم عجبتهم لا فيديو واستفادوا منها، لكن قالوا لي اكتبي واش تشرحي وحاولي انك تشرحي بالعربيه اكثر باش يفهموا بزاف. دونك لبيت لكم الطلب تاعكم في ان لايف، ان شاء الله يكون فاتكم، وما تنساوش تخلوا لي كومونتير تقولوا لي الا فهمتوا في اللايف ميم في اللايف، و فوالا ربي يوفقكم وكونوا في الموعد، ابونيو باش كي نزيد لايف مراجعه اخرى تكونوا حاضرين ان شاء الله. ما تنساوش تكتبوا لي واش حابين تراجعوا في ان لايف واحد اخر. دونك فوالا.